شكرا معلم. سلامتك. عبد الحي. مات يعني ماتوا؟ كلهم ماتوا. يموتوا هيك أحسن، الكل يفطس. يعني بدهم يكونوا رجالي وما ينجحوا باللي بكلفهم فيه؟ مين رح يودي الطرد؟ في شخص موثوق يا أغا، هو اللي وداه. منيح. ما بعرف كيف صارت هالقصة بس خلصت الحمد لله. مين اللي على الباب؟ هدول رجاله لمراد. أنا تعودت على هالقصة وبس تخلص أغراضنا رح أتعود على الآخر. ليش بيتك فيه نقص؟ في كم شغلة. يسلم لي مراد قديشه حساس، إذا بطلب أي شيء بيجيب لي إياه فوراً، بس ما عم بقدر شوفه، هاي مشكلتي الوحيدة. منيح هيك بيشتاق لك. هذا الطرد لكم يا مدام. طيب حطه هون إذا بتريد. أنا رح روح بقى، تأخرت. ليش قاعدين؟ مرة تانية حبيبتي، ماما مريضة بتعرفي. المرة الجاية بتطولي، مفهوم؟ أوكي بوعدك. واعتذري لي من الصبايا كمان. أنت ريحي حالك، ما في مشكلة. إن شاء الله ما نضيع هالمريض النفسي وكله منيح. اسمه جواد يمكن. هدول العالم ما بيخلصوا يا ميماتي، بيروح واحد بيجي واحد تاني. مو الأجدب محمد فكرة بيضلي اللي ما قلت لك؟ هالمرة زبطت معه. محمد فكرة شو له علاقة؟ كنت ناطر الإسرائيليين، طلع لي أخوه لجاويد. وأنت ليش ناطر الإسرائيليين؟ مو انت يلي قلت انه هدول علاقتهم منيحة كتير مع الاسرائيليين معلم؟ ايه بس ليش ليجوا لعندك انت مماتي مو لعندي انا؟ وشو بيعرفني؟ بيكونوا مغيرين المخططات ومبلشي من تحت لفوق. خليهم يكشفوا على جرحك. بدي شوف الخال بالأول وبعدين بيجي بغير على الجرح. السيد خليل ما رضي يبقى راح على بيته. أنا مو قلت لكم يبقى بالمشفى ما يطلع لمحل؟ أخذ معه شباب حراسي وقال بده يروح على بيته. عبد الحي اتصل لي فيه. خير شو صار؟ الخال طلع على البيت. معلم ما جاوب، بجوز يكون نام. دق للحراس. الحراس
وهن كمان ما عم بيردوا. الو؟ اي ماما؟ منيحة، انت كيفك؟ انا عم ضبضب. ايه اللي اشتريناهن؟ شو حلوين، بياخدوا العقل. فوندا فوندا فوندا، لا تجننيني بفوندا. يا انجي، اخوكي مات وانت لحقتي لي مطربة. اولا ويا حبيبي انا مو ملاحقة مطربة، ثانيا اخي ما مات، انتقلوا بس، ثالثاً حضرتك وبابا ما انهزيتوا مشانه. إذا أبوكي سكر الملف أنا شو أعمل؟ مشان ما تتأثر مكان داود تتر أوغلو، ما عنده مشكلة حتى إذا ماتوا الكل. قال طلبني معلم. عود بلا. احكيلي بولوت. اسألني معلم. ابني كيف مات؟ كنت حب فؤاد بيك مثل أخي الصغير يا داود بيك، وكنت بفدي بروحي لو قدرت لأتفادى هالنهاية الحزينة. يا ريت يا ريت كان بيطلع بإيدي. بس آخر الوقت كان تعيس كتير، وكان دائما يقول بدي موت. ولحتى ينتحر صدم بحيط بسرعة 220 كيلومتر بالساعة. فؤاد من وقت كان عمره 16 سنة واشتريت له أول سيارة كان يحب تكسير سياراته. أبداً مو منشان يموت. بولوت، أنا ماني قاعد قدامك بصفتي معلمك، أنا عم بسألك كأخ كبير.
وبصفتي أخوك الكبير اللي بيعرف قديش بتحبه وبتحميه بدي إياك تفهمني. فؤاد كان ابني الوحيد، بترجاك يا بولوت اللي الحقيقة، وقد ما كنت حاتألم لا تقلي أي شيء غير الحقيقة حتى ما يبقى ولا شك براسي لآخر عمري. فؤاد ابني الوحيد، شو كانت قصة موته؟ قول كل شي بولوت. معلم، فؤاد بيك بعد ما قتل غمزة دق لي مباشرة، ولما وصلت وفتت على البيت لقيته بالبانيو مقطع شرايينه ومتوفي. مفهوم، ما كان بإيدك شي تعمله. مع الأسف لا يا بيك، لو قدرت يا ريت كان. بعرف تعطي روحك. تقدر تمشي. شو بتأمرونا معلم؟ كسروا له عظامه ليعترف بكل شيء. بعدها أوصوا براسه وارميه على المزبلة. أمرك داود بيك. ماشي ماما، نحكي بعدين. سلمي على بابا كتير.
معلم ما لقيته. تجي هلا؟ لا حبيبتي ما فيني هلا، مشغول كتير، بنحكي بعدين. لا مو بعدين، لازم تجي فورا. ايه برو، الخال مفقود وعم ندور عليه، قبل ما لاقيه ما راح يجي. خالك هون يا مراد. امشي. ماشي منيح ميماتي، مع الأسف مضطرين ننزل الولد. شو رح يموت؟ لا، في احتمال يعيش بالحاضنة. وغمزة؟ الست غمزة بعد تنزيل الولد ما حتكون بيناتنا. عمال اللازم. حلال عليك يا غمزة، اخت رجال. عملتي كل اللي بيطلع بإيدك لحتى ما تسمحي لي فكر انساكي. وين الخال؟
اعترف انك انت اللي قتلت فؤاد تتر اوغلو. لأوصك براسك وخلصك يا بولوت. ولا يلدز انا ليش انا مثلك كلب لا اتوصل يا ابن الكلب. ليك الأصلع ليك مدربك منيح أنا يا أصلع ما هيك؟ صرت صاحب الشركة يا بولوت وانت كنت تضحك على الكل وما اطلعت لوراك. ايه اللي عنده مشكلة وراه هو اللي بيطلع لوراه يا يلديز. انتبه انت لوراك. عذبه قد ما بتقدر ليقدر يقول ثلاث كلمات بس او وصني ارجوك يلديز. هدول الجماعة كل يوم رح يذبحوا واحد منا. طالما اسكندر عايش كل يوم رح يروح واحد. خلاص بيكفي حكمات. هذا مو اسكندر، جواد. أخي هاي الدولة قررت تمحينا. اسكندر، جاويد، جواد، شو بيفرقوا؟ حكمات خلاص. انت الدولة العميقة ولا هني؟ جاوبني. بعد ما ندفن الخال بعطيك الجواب. الشاب قال حابب يجي يستسمحك ويبوس ايدك قبل ما يروح على الشرطة. ايه منيح يجي. اسماعيل يا آغا. لما الشرطة بدها تسألك انت ليش قطعت له راسه للخال شو رح تقلها؟ اخذت بطار خالي جاويد والعين بالعين والسن بالسن. شوف ابني اي شي بتحتاجه جوا بتخبر اخوك الكبير عماد. ليك إذا بتسمع إنه واحد من رجالي ناقصه شي جوا أو بيلزمه ولو شغلة صغيرة لا تفوت. أستغفر الله. يا عماد شو هاد؟ جمر يا آغا جمر. الصبح بتسلم حالك.
خلصت المدة معلم؟ الثورة ما بتنساك يا رعد، ما بتنساك. معلم أنا ما كنت بدي أحكي، بس كان غلط توقف مع عالم دار. جد لا تحكي شي شمو، لك أجداب؟ لو ما أنت بعتني ما كنت وقعت أنا بحضن مراد. ليش أنا شو لي علاقة؟ كيف أنا بقدر ضل مستقل وأنت ما عم تقدر؟ خلص بقى مارو اقبال. يعني ليك عم تتخبط لتلاقي التكتيك والاستراتيجية. قلت لك القائد ما بيتحرك بالقلب، بيتحرك بالعقل وبعدين القلب. قلبي عم يبكي دم يا شامو. شعبنا عم يبكي دم من 2000 سنة يا مورو. يعني رعد هلأ بده يبكيك أكتر؟ والله غريبة. ايه رعد عم يبكيني أكتر، لأنه رعد بيمثل شعبي نظيف البريء، بيمثل جوهره. هدول يلي حرقوا رعد إذا ما بعمل منهم حطب جهنم ما بكون أنا تعلب المدينة. يلا ولا بدنا نجدد قسم الثورة يا معلم. ليش لنجدده؟ ما نحن حافظينه عن غاية. أمولا يلعن قلوبكم شو سودة. أقسم بالثورة ألا أتعاون مع الامبرياليين والبرجوازيين وأن أقاطع الإقطاعيين ولا أعمل لهم أبدا، وأتعهد إلى رفاقنا الشهداء أن نستمر بالكفاح حتى النهاية. يعني رح نترك مراد علم دار معلم؟ أنا رح أكي بكرة. قال وين كنتي يا وداد؟ بتقلهم كنت عند رفيقتي. طيب ليش مكشرة؟ بتقلهم ندماني على الروحة وياريتني ما رحت، وإذا بقى عيدة الله من عنده يمسخني مسخ. بعد يومين وين وداد؟ رفيقتي قلتي ما بتعيديها، لو تعرف شو صاير عليها يا حرام. شامو خراس خراس بقى. انت شفت قرايبين الخال بالجامع عبد؟ لا ما شفتهم. الله عماد شو هدول؟ فزتوا احلى باغا؟
محمص ولا مانو محمص؟ لا يا أغا، لساته أخضر. جواد بيك، حضرتك عم تعادينا بسبب خليل إبراهيم، بس نحن علاقتنا مع المرحوم أخوك كانت منيحة أكتر، وقت أزمتنا هو اشترى منا الأرض. انتو هيك عم تذكروني بأخي، بس أنا بحرق الذكريات حرق. جواد أقارصه قوي كتير، ما بيستدعوه على المديرية ليقدم إفاده. بتمنى منك تجيبه على المديرية كرمالي أنا. طيب شو فيك تعمل بالمديرية؟ بدك تقتله يعني؟ ليك يا عم برجف، الله يوفقك، خلينا نروح على الدكتور. شو وينه جوزك؟ رح يهتم بالجنازة. وانت ما في داعي يهتم فيكي ما هيك؟ بتروحي معنا، على الأقل يا بنتي بتقعدي معنا لبين ما يجي جوزك، مشان ما تضلي لوحدك. سيدي طبعا رح نجيبه لناخد إفادته، بس القصة لسه ما بردت، قصدي عند عيلته، ما بدنا مشاكل. أنا عم ترجاك بشكل شخصي، خذوا الاحتياطات اللازمة وجيبوا جواد على مديرية الأمن. طبعا رح أعمل لازم. جواد عقارته هو اللي امرك تقتله؟ ليش لازم حدا يامرني لحتى اخذ بتار خالي؟ وكل اللي شارك شوف لزوم نعطي افاده يا حضره المدير، وانا قدام كل الناس بوعدكم بهذا الكلام. وها هاي الشاب قال بدي اقوله، وقت بيصير الوقت ساعتها منقدم افاده بالمحكمه، بس هي توجيهات المدعي العام حتى ما صعد الوضع. أكيد ما رح نكسر بخاطركم، تفضلوا نروح. الدولة أمرتنا ونحن بالخدمة. أنا بشكرك من كل قلبي. معلم مشي الحال؟ خذوني معكم. انت ما في داعي تجي عمران، راح احكي مع الزلمة وارجع.
تسلم لك تصرف حالك. يلا يعني إذا بتسمح يضلوا الشباب برا. إذا مراد على المطار قتل جواد قدام عيون كل الشرطة والصحفيين رح يكون أغبى شخص بيدخل التاريخ، وأنا رح كون كتير ممنون. فهمت معلم. خليل إبراهيم قعبار ومسألة قتله المطروحة أنا ما دخلني فيها. لازم تفهم انه ما حدا من اللي حواليي رح يخاف من الموت. اذا بيطلع بايدك تقتلني قتلني، لاني بعدين ما رح اعطيك فرصة حتى لتتوسل. هذا اللي بدك تقوله هلا خلاص؟ ايه اللي بدي اقوله خلاص، بس اللي بدي اعمله لسه ما بلش. يا جماعة خلاص بكفي. عريس جديد، بدي ابعت هدية تانية لمرتك بعدين. يا جماعة خلص اهدوا، خلص اهدوا شوي. ليش عم تطلع هيك ولا؟ عود عاقل ميماتي، وإذا ما قعدت شو رح يصير؟ رح اذبحك. طيب فرجينا شو بدك تساوي يا أفندي. خلاص روب بس واقف محلها خلص.
هاي ماما نازك، شو بدي إلا هلا؟ قلي لأنه ما بدي أقعد لحالي بنتي. هاي هي الحقيقة، قولي لي إياها. نعم ماما نازك. ببيت أهلي. ما حكيت مراد لسه. اسمعك يا بولوت. صحي لي يا. شوفي انجي، شو بدك؟ ليش؟ ليش شو؟ ليش عم تدافع عن بولوت؟ هو قتل ابنك. انجي بكفي. بدك تتخلى عن بولوت او انا بتخلى عنك. بابا انت هلا لازم تفهمني ليش عم تحميه. انجي لو عم بحميه بيكون عايش. كيفك فوندا؟ طلب مورو انه يحكي معك معلم. وعن شو بده يحكي؟ قال بده يحكي عن تعاون. اي تعاون هاد؟ معلم انا ما بعرف، ما فهمت شو عم يحكي بصراحة. شرف. مراد علمدار، الإمبريالية والإقطاعية والبرجوازية تعاوننا معك ضدهم، حتى لو هذا التعاون رح يفيد شعبنا أكثر أنا ما رح أقدر استمر. مورو أنت عن شو عم تحكي؟ بدي روح. ما فهمت لوين؟ الكومبرادوري الواطي جواد أقارسو قتل لي رعد أحب ثوري عندي، ولحتى نفذ انتقامي منيح أنا لازم أعمل تكتيك مختلف. لو مين ماسكك؟ أنا شو لي علاقة؟ تعاوني معك أنت مربط لي إيدي. معناتها فكن يا مورو وساوي اللي بدك ياه. يلي عملته لشعبنا ما بنساه انا ورفقاتي.